أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه لرتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل عليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم إلا قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كصيبا مهيلا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره
فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.